دول على طيب انا شفت بعيد يجيب لك غيره هما الاثنان معا من شط الوزري كان جميل الخط وله ست قصائد يعني المتداوله ونسخ يعني بخطه الجميل ديوان سيد عبد القادر العالمي كان هالدين يصل هذا الديوان الى 45 قصيده قبل ان تكتشف يعني القصائد الجميله وشكرا. شكرا. أنا أريد أن أشير شكراً على المداخلات القيمة اللي تسعنا بها الأنسة تتعلمها. أريد أن أشير أن بوليفيز الزاوية هي بوليفيز مطارح بوليفيز بوليفيز سيلعب دور مهم في المغرب فيما يخص الإشعاع، وهناك أثناء وهناك الموسم لا أتبقى لكم واحد خاصة الموسم ديال موليدريس تجي جميع الطرق من المغرب كامل وفي خلاف المهرجانات يتم استدعاء موليدريس تيجو عن طوارئ تلقائيا من جميع المغرب وتيكون بكل صراحة جو روحي هائل جدا. انا تنقل تنكون تما تنقول لهم انا طلعت فوق صبرت لانه جرح. اريد ان اشير انه يرجع الفضل لمولاي اسماعيل. لماذا؟ لان مولاي اسماعيل هو الذي بنى الضريح وهذه حقيقه من الحسنات المهمه ديال مولاي اسماعيل لانه كان يلعب دور سياسي وكان يلعب دور صوفي ودور علمي لانه كان يهتم بالعلماء وهناك رسائل كانت تتم بينه وبين العلماء في المغرب اللي هي حقيقه تتم اطروحه كبيره وتبين انه اتساع الفكر ديال مولاي اسماعيل والتشبث ديالو بالدين وبالثوابت الدينيه المغربيه. هذا جانب لا حسب السبب اللي تعاد مع حقيقه بكل وانا اكتشفت انا هي عضو في العائله ولكن اكتشفت يعني وجه اخر فاريد ان الخص ان هذه الانسان متواضع جدا بكل الزاويه العالميه الزاويه العالميه لها ارتباط كبير بالموسم ديال ويليس لانه في الزاويه العالميه يتم تقرير اليوم ديال الموسم ديال يوم خاص بتقرير الموسم ديال العالمي كانوا دايرين الجوار ديالهم كانوا يقيموا بمكناس يعني النقيب ديال الشرفاء كان يقيم بمكناس. اختم بتوصيه انه يجب الان الاهتمام بهذا بالزاويه ديال سيدي عبد القادر العالمي لانه تعيش الان ظروف خاصه ليس هناك مجال للحديث عنها. ثالث توصيه من جهتي السلام عليكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعود على أن أرجع إلى المداخلة التي قلت بها في البداية
كيف يمكن بهذا الإشعاع الروحي الآن أن يرجع بالمنفعة والفائدة على هذه المدينة؟ وهذا هو الإشكال الكبير. كيف تحدث أساتذة وتحدث الأستاذة وأعطونا معلومة قيمة ذات طابع تاريخي؟ هل نعيش اليوم هذا الوضع؟ هل نحن نعيش اليوم هذا الوضع؟ إذا السؤال هو هل يمكن أن نرجع بهذه الزوايا وبهذا العمق التاريخي إلى إشعاع الروح الحالية؟ كيف؟ وهذا هو. وكيف يمكن لهذا الإشعاع الروحي أن يخدم المدينة؟ عندما أقول يخدم المدينة أن يكون مصدر تنمية للمدينة، وهذا هو المهم. أبدأ بواقع بين قوسين، وهل يمكن لهذه الزوايا أن تقوم بهذا الدور اليوم؟ وما هو البديل؟ إذن هذه كلها إشكالات بغينا نفكر فيها حاليا. أبدأ بالزاوية العالمية، وهي الزاوية التي تربيت فيها لأنني ابن حي سيليكتور العالمي. لا تستر بوجهك، لا تكتب على سيليكتور العالمي، لأنه ابن هذا الحي عشت فيه ولا زلت إلى اليوم. نظرنا في دير بوجهنا سيليكتور العالمي في كل ثلاثاء تكون تدريب تاع الجوخ الأندلسي تبعدا، واللي بغا يجي سبعة السعود الأسبوع إلى اليوم تدريب. لمازال بالحي هذه الزاوية أنا عشت في طفولتي وشبابي تقريبا من 65 حتى 74 75 76 77 حالة المراهقة. دخلت الكلية شوية عاوتاني ذات أثقاف وكذا إلى آخره، ولكن عشت أنه الزاوية أسبوعيا من العصر حتى المغرب تكون من أعلى آخرها. يوم الزاوية تحولت إلى مقبرة، وأقول هذا الكلام وأنا أتأسف على هذا الماضي. أنه كيفاش أنه كان مقبر؟ قبور قليلة جدا، ولكن كانت منطلقة مع الأرض وتهدروا الزرابي وحيث يجيوا الناس يجلسوا. دابا اليوم عندهم قبورة، إذا حتى هذوك اللي يجيو ما عندوش، وكلنا تنصدوا في الزاوية. إذا هذا سؤال، كيف يمكن لهذه الزوايا اليوم أن يصبح على هذا الإشعاع الروحي في الوقت الذي تتحول فيه إلى هذا الوضع؟ ولهذا أنا أضم صوتي إلى صوت الشريف الشريفي أنه ينبغي التفكير في ذلك. حديث قوي السجون الوطني، ولكن مع ذلك اعتبر اليوم احداث مثل هذه الفضاءات هو يدخل في الاشعاع الروحي، على اساس انه الاشعاع الروحي يمكن ان نعيد فيه كان هذا هو الموضوع الذي كنت ساتطرق اليه لولا خذلتنا التقنيات، لأنه تساءلت الكناس شعب الكناس الأمس اليوم والغد، اللي هم هنا وهو الغد، يجي الحنين إلى الماضي أو البكاء على الأفضل. بالنسبة لي هذا الفضاء كان مصدر إشعاع روحي، وأنا بالنسبة لي شاهدت فيه مسرحيات الزغنانة تيمون، وكانت من أروع المسرحيات اللي حاجة الآن ما زال ما كاينش إلى آخره. كيف يمكن أن نستغل هذه الزوايا بفضاءات أخرى ونعمق من كل شيء فقط الفضاء في كل الأحياء وداخل المدينة وخارج الأسوار، مثل هذه الفضاءات التي تكون يكون لها هذا الإشعاع الروحي. العالمي إدريس من تلاميذ مدرسة في 81 قريت عن الحسين الزبيدي. مازال ما خلقتش.
واحد اسمه أشكر الجمعية الإسماعيلية الكبرى اللي تحدنا الفرصة وجعلنا الذاكرة ديال الأستاذ بن عبد الشديد إلى واحد المهرجان ديال سيدي عبد القادر العلوي في 86 وكان كيترسل صار مرحوم الحاج العلوي تاز غياب الزاوية العالمية من الوفاة ديال المرحوم العلوي التازي انهارت الزاوية العالمية ما بقاش عندها واحد الصيت كيف كان لا من الفقراء ولا من المريدين ولا من الشيوخ ولا من أصحاب الزاوية العالمية تسقفلوا عليها بعد الناس دابا كنشكر الجمعية الإسلامية الكبرى وكنطلب باش يرجع المهرجان باسم الجمعية الإسلامية الكبرى ديال سيدي عبد القادر العالمي وكان كيقول لنا المرحوم العالمي التازي المرحوم الحاج العالمي التازي الاسم ديال الاب ديال الحاج عبد القادر اللي كان كيكون تما في الزاوية كانت الزاوية العالمية عندها واحد الصيت كبير وكنذكر السي الشبيه مولاي عبد السلام ملي ما كانش العالمي التازي هذا العام كي كان الموسم ديال مولاي ادريس ديال العالميين كنطلب واحد السؤال للدكتور الغزاوي اللي هو من المدينة مبقيناش نسمعو الحزن داخل العزابة مبقاوش يذكرو الحزن سي العالمي جاوبوا بعدا شكرا جاوبوا بعدا على هادو جوج النقاط الأولين إلا سمحوا كلمة لأن هادو جوج كيدور لي بياناتي يعني تدخل يكون حر ويكون أي واحد يقدر يتكلم ويقدر ياخذ مسؤوليته والواحد يقدر ياخذ مسؤوليته أو لا ياخذ مسؤولية جمعية ديالو هي جمعية ديال الناس الإسماعيلية الكبرى أنا غادي نجاوب بالنسبة للمركب الثقافي والعلمي الإسماعيلية الكبرى هذا مركب تاع الكنس تاع المغاربة تاع الأجانب العالم كله تاع المسلمين تاع اليهود تاع المسيحيين تاع أنا تغديت مع مولاي إدريس وعاودت واحد النكتة اليوم قلت له أنا غنرجع حدا أستاذي باش تشوفوا فيا مزيان حتى تشوفوني فيا وأنا جات من هنا شي شوية أنا اللي كانت عندي 12 عام كنت في المدرسة قبل بريغي كانوا معايا لي فيديوهات وليدود و اي كاتبوا لي داك الشيء وعاد هذيك الباقي في السجود حنا بالنسبة لينا كنا سامرون الله واحد كنا واحد النهار وانا ندور واحد صاحبي سميتو ايلي بناتا قلتو ايلي شنو شوي ايلي شنو شوي يعني اليوم ميمكنناش نفكرو في هذا الكلام لي سنقول لكم ولكن هذه 45 سنة كان ممكن الواحد ميديرش واحد الفرز ما بين اليهودي المسلم والكاثوليك كنا الله واحد اللي هو اللي شوف مونوثيست كنا واحد كان هذا وجد القوة تاع الكنس وتظهر لي بأن شيئا ما حنا كجمعيات كأفراد كأصدقاء كعلماء كباحثين تيخصنا نحاولوا نجمعوا شيئا ما باش نرجعوا لهذا الشيء هذا الشيء بالنسبة للمركب الثقافي تاع الإسماعيلية الكبرى اللي أنا تديتكم من الكنس أما بالنسبة الإعلامي غادي نعطي الكلمة للأستاذي هو اللي غادي يجاوبكم وغادي يهنيكم للمستقبل حول هذيك التظاهرة باش تطمئنوا جميعا الشريف ديالنا طمئن ومن بعد غادي نعاود نعطيوك الكلمة لأن كنتي باغي تقول شي حاجة ولكن بغيت هاد جوج النقط يكونوا مفهومين و بوضوح شكرا سي الرئيس شكرا سي الرئيس ولا عاد لي وقت ما نديها باش نتكلم بالنسبه للسيتواسيون في مش انا باغي نضمن اولا يعني ما كان وصلنا لنشاط او لرجاع او شي حاجه مش نوع ديال السي عبد القادر العالمي ما ماتش بل هو فقط صدر الى والديه وكل قائم الذات يصدر سنويا الى ولد السنوات واللي هو كان صغير
هو أنه احتشفت حوله على راسه احتشفت الكنسية اللي هي كانت تعزز الصفوف بتاع الشرفاء العالميين اللي عندهم دخلة رسمية واللي كانوا اللي يدريش فيه الله يرحمهم هو اللي تيجي الشنعة دخلة رسمية لما تيجي تحت عمارة هذا شيء معروف. فإذا ما عندناش الخبر ما نقولوش أنه مات زاوية لا فقط زاوية روح إلى أوصف ذلك. الآن إحنا قصدنا طبعا أن المقر هو الأساس يعني طريق خصوصي إطلاعي هنا يمكن نقصنا جوجيا الحواج نقصنا أولا مشروع لإصلاح سيدي عبد القادر يعني زاوية وهذا إن شاء الله عهد والمشروع الثاني يعني الشطر الثاني من المشروع هو إحياء هالسنة احنا في سنة 86 كنا عملنا احتمالية كبرى هنا في الكنائس ودادية رؤساء مصالح الإدارية بتحميل كبير من شخصيات مهمة كان رأسها سيدي العالمي الله يرحمه قاموا بالإرجال مازال الصدر يغطي الآن وعندنا تسجيلات ولا عندي تسجيلات وشاركوا فيها علماء باحثين في مقدمة الدكتور عباس الجرادي هو الذي تشارى البحث في الشعب المحدود في المغرب من خلال كتاب القصيدة. إذا عندنا التراث عندنا واحد الإرث عندنا واحد الراسي اكتملنا هذا كنا أولا نكتب شرط فيه ولكن نظرا للتراكم ديال الانشطه ديال 2017 اجلناها ان شاء الله الى سنه 2013 ياك الصحه. شكرا. ربما الختم غادي يكون حول التساؤل اللي برزوا في اي اللي برزوا لان حنا على الناس الامس واليوم والغد الناس اللي تاريخ ربما من جديد كنت موجودا لتهمني هو الغد. كما تعلمت المشاكل اللي ذكرها بعض الاخوان اللي ربما خصوا واحد الترميم او خصوا واحد التظاهر الى اخره هذه حلول انيه لحل المشاكل الانيه ولكن مستقبلا. انا كنشوف ان الاشعاع ديال السيرفر كانت الطائره الاتحاد ديال بيتسبر كانت البرازيل الاشعاع ديال بونغالور هي انفورماتيك مش بعد الاشعاع ديال بويلون ديال السينما الى اخره. اذا اليوم تنشوف ان هناك اختيارات استراتيجيه دارت البلاد. اليوم راه المنتج ديال المنتوج ديال لافالوري ديال البلاد وهو ما عندناش شنو نمشيو لا خصنا نمشيو حتى لفيكي وتعتبري كاين هذا الروبور. اليوم المغرب حس بانه المنتوجات الفلاحيه لا تتمن صناعيا. لان عندنا واحد مسار طويل لم يستفيد من المنتوجات الفلاحيه يعني بعوض ان نسبح بجملوك هكذاك ولا نديرو واحد الطرح واجهزه باش ما يفهمهاش الى اخره. اليوم يكون مرتبط بالكونفيتيون يكون عدد المسالين حتى الوان يعني هذا غير عطيتك كتعابير لان هناك اختيارات. اذا لما تنشوفوا مدينه يبقى تفكر في المستقبل ديالها اولا كتحرك النخبه. أنا أعتبر اليوم أنا أمام نخبة العلوم الدقيقة والعلوم الإنسانية والاجتماعية إلى آخره. واسمحوا لي أن أنزل القبعة ربما ديال العلوم السياسية وديال الأمور القبعة ديال التسيير والتدبير في البلاد اللي استفدت منا وأنا ذاك كان هو من كركيس كاو وكنت أسامة المباراة باش ندرس تما هو اللي دوزني الاختبار. ما تنتكلموا على الجانب الروحي الإشعاع ديالي بغض النظر على اختيارات الاقتصادية الأخرى اللي جات عند المدينة باش تكون غير محطة ديال المرور ديال السواح مثلا ولكن ديال السجن
الى خديتو كما شكرا الى خديتي مدينه جنوب افريقيا اليوم كتبي ان 87% من الناس ذوي القيمه المضافه يجبر الزوار يشريه لدواء فيه دينيه وروحيه من هذاك اللي كيشري حامل مفاتيح في الشارع ديال السيده مريم او هذا لا الايه ديالي حنا كنا نبيع جبرون كنا نبيع السلامين نبيع الشدادين مجموعه من المسائل البسيطه عندكم هنا روح الفن ديما كينتفع الفن ديما دمشق انا من دمشق يعني صدق من عند العلم ومن كنزيدو على الكاليغرافي ما كتعرفو لينا الطقاس وعندكم ناس اللي يقشوا على الخشبيه يعني كاين واحد رفع استغلال الفنون البسيطه والروحانيه لا تنقص واللي قد يحدث تصدير ولكن المفروض ان يكون فيه واحد خطه محكمه لانه عندكم هنا احنا تكلموا اليوم على الرصيد لا مادي او راس المال لا مادي ديال المدينه والراس المال لا مادي غير مستغل بالصفه الناجعه في المغرب ماشي غير في اسميته لانه عندكم غير مثلا بسيط كنت انا غير نسال الاستاذ واش نشرتي هذا الشيء لان راه كنس قال لي انا بصدد ليديسيون اون فرانس حركة دمشق وناشط 70 مليار دولار لما كنشوفوا الموسم ديال الجناوة في السوار إلى خلال 300,000 زائر وقلنا غير واحد معدل ديال 1000 درهم ديال الكيسر هذاك الشاب اللي كيمشي كينعزل في لابلاج ياخذ تيقول له لا خاف الباب 10 دراهم وكاين اللي غادي لوطيل 2500 درهم يعطي له 300 مليون ديال الدرهم تضخ في ظرف 3 ايام في المدينه اين تضخ؟ تضخ في القنوات ديال المدينه من السائق ديال التقسيم البقال السيده اللي كتصوب سكسيون للبحر الى اخره اذا لما نتكلم مثلا على التوريزم كولتيوال ها هو واحد الملف اللي راه مازال ما تعلمش مع انه الاخوان الاساتذه وكرم يعني اشعاع جغرافي ديال الطائفه هذا غير كتعريف لان ما غاديش نحسبوا الموضوع الحاجه الوحيده اللي نقولوا ان التساؤل في محله والاجابه راها في خالده اللي تفكر ومن بعد تصل بالدوائر المخصصه في جميع سميتو باش تبرر وتدافع على هذا المنظور المستقبلي ديال الناس شكرا اود بدوري ان ابدي جمله من الملاحظات الاساسيه والواجهه فيما يخص الاحتفال بالسيدي عبد القادر العالمي كانت جمعية الإسماعيلية اللي هو الملحن البحث في التراث والأدب الشعري التي كان يقام أسرع يوم ذاك السيد محمد العنايه هذه الجمعية هي أول من احتفلت بذكرى وفاة السيدي عبد القادر العالمي بالمعهد الموسيقي سنة 1985 وقد كنت أنا من يدبر امر هذا الاحتفال والقى يعني الراحل سيدي محمد بن طيب اخ العرب الوزاني محاضره وحضر معنا ايضا سيدي عبد الشديد الاستاذ سيدي عبد العزيز بن عبد الشديد كان من الحضور وكان يجلس الى جانب الفاشا الحوتي في تلك المرحله وكنت انا من المقدمين يعني الاحتفال يعني اول احتفال سيدي عبد القادر العالمي هو من انجاز الجمعية الإسماعيلية لهوة الملحون والبحث في التراث والأدب الشعبي برئاسة سيدي محمد علامة. أول بحث أنجز حول سيدي عبد القادر العالمي في مجال الإجازة كان في نصيب هذا العبد المؤمن وهو بحث أنجزته تحت عنوان وحول موضوع سيدي عبد القادر العالمي بين جمالية الجوهر وأسلوبية المخبر. وبذلت فيه جهودا جباره يوم ذاك وانا لازلت طالبا يعني عاليا ولكن لقيت يعني بصراحه مساعده كبرى من سيد محمد عنايا سيد محمد الطيب اخ العرب من الدكتور عبد الشجار الفقيه الميوني الذي استقبلني استقبالا حارا ومنحني الكثير من الوثائق والقصائد والمعلومات حول هذا الرجل العظيم فيما يتعلق بتحقيق ديما سيدي عبد القادر العالمي بما جاء في الاكاديميه هو شيء جميل يعني اول مره نرى ديوانا مجموعا
يعني بذلك الحجم وبذلك المستوى، ولكن ما يعتبر هذا الديوان بعد ناقص ان هناك قصائد الفاقه العلمي وهي صريحه. الفاقه العلمي هي كاد ان يصرح ان هذه القصيده تلف، وخاصه قصيده الشمور، لانه يقول اداري توجد بالقرب من سيدي حسن بن مبارك، وسيدي حسن بن مبارك بجانب دار الفقيه العميري، وفي الديوان تنسب القصيده لسيدي عبد القادر العالمي. ثم هناك قصائد كثيره غير موجوده داخل الديوان، منها الوزانيات، الوزانيه الاولى والوزانيه الثانيه، علما ان الوزانيه الموجوده داخل يعني ديوان سيدي عبد القادر العالمي انا من عثرت عليها في كناشه بفقيه اجنبي، وهي لبابا بن هاشم الحروني العلوي تلميذ سيدي عبد القادر العالمي كناشه. كانت القصيده لا توجد الا عند محمد الفاسي، ولكن الفقيه الاجنبي رحمه الله سنه 1978 ناولني تلك الكناشه، وجدت فيها يعني قصائد جديده لحد الان ليست موجوده يعني داخل الديوان. إضافة إلى أن هذه الدواوين يعني ليست فيها مقارنة بالنسخ، أحيانا يتم الاعتماد على نسخة واحدة من القصيدة، ليست هناك يعني مقابلة، ليس هناك يعني تحقيق علمي، ولكن العمل مبرور وسعي مشكور في الأكاديمية يعني الصراحة، لأن لو شئنا أن نحقق تلك الدواوين لزمنا عمر طويل وهو أعمار بيد الله يعني قصيرة جدا. ملاحظة أخرى هو أنه يجب أن نستمر يعني الزاوية العيساوية في الوحدة الوطنية وفي الوحدة المغاربية، وهذا شيء مهم جدا، استثمار الوجود الزاوية العيساوية يعني في المغارب وفي مصر وأيضا في الوحدة الوطنية، لأن الشرفاء السباعيين هؤلاء السباعيين هم منتشرون يعني في السقيرة الحمراء وفي الصحراء، ورأينا أن سبع إخوة من إخوة سيدي الشيخ الكامل هم مدفونون بالسمار، وكانوا يجاهدون البرتغال وسقطوا شهداء مجاهدين للبرتغال. إذا الاستثمار هذا العنصر في الوحدة الوطنية هو شيء مهم جدا، وفي الوحدة يعني المغاربية. أما سألني الأستاذ هل ألفت كتابا حول أولياء الناس؟ أنا أنجزت دكتورة علمية حول مونوغرافية المقدس بمدينة مكناس، وهذه الدكتورة هي مطبوعة وتقرأ في جزئين وطبعت سنة 1910، ونفذت يعني طباعتها لأنني قبل وقع على هذه 1910 كان يعني تكريم للمطروحة من جمعية إنقاذ المدينة التي رأسها سي محمود ناجي بنية. وشكرا. فقط في الختام تشير كل الأولياء والصالحين كانت لهم كرامات، وكرامة سيدي عبد القادر العالمي كانت في شعره، شعر سيدي عبد القادر العالمي هو شعره. لقد ترك لنا شعر ينبض بحب الحياة وبالتفاؤل والأمل وبالانشراح. أنا في ختام هذا اللقاء أريد فعلا أن يكون هذا لقاء روحيا بامتياز، وأن نستلهم فلسفة سيدي عبد القادر العالمي في الإقبال على الحياة، هذا الإقبال الذي يكون بالتسلح بالمتن العليا وبالعمل الصالح. وأظن بأننا فعلا سنكون قادرين على إحياء البعد الروحي والصوفي الذي تركه هذا الفيلسوف المتصور. يا أخي كلمتك موجزة، الله يجزيك بخير باش نختموا. مشينا لبعد حوالي وكذا استشرفنا مستقبل باش يكون جديد، هذه مش جديد باش نرجعوا للقيمه اليوميه وروح الجلسه.
ولكن مش عند واحد السيد بيه بزاف اللي هو ارسطو صحيح في الزمان والمكان خصوصا ذات المقاربه الجميله للحواس للفنون وللروح فاولا في نفس الروح بشكل مباشر يقول يزعم الاقدم الاقدمون في مسيره ارسطو ان الروح ربما هي مهما للترجمه une harmonie, qui peut laisser une foule vers l'harmonie, une foule vers mélodie. Un art, je préfère dire une intonation, un art, un art, un art. Ou, la robe, elle n'est juste une art, la robe, elle n'est pas. Ou, on dit, ça fait une hawaïs, une fatalité, une hawaïs, ou, on a, je n'ai, c'est un bouche de l'écran, mais il y a des satires, c'est un bouche de l'écran, c'est un bouche de l'écran, c'est un bouche de l'écran, لكن في ناحية هذا التدرج الأرسطي الذي سأقول سأقوله هو أن الأستاذ تكلم عن المكان الأستاذ كذلك تكلم عن المكان المكان أماكن المقدسة وكلاهما تكلمتما عن الفكرة أنت الآن لم تتكلمين عن الشعر لا قدراني لا قدراني تكلمين عن الأفكار فلما أتى قدراني تكلم عن حسد وعن الموسيقى فماذا يقول الرسول؟ يقول إن حاسة النظر والفنون التي تدخل حاسة النظر يعني تشكل النحس لا تؤثر على الروح بذلك الشكل المباشر فهي تمر عن طريق تبتل فكرة ثم يقع التفاعل الحسي والروحاني مع الفكرة أما الموسيقى فهي الوحيدة التي تستطيع أن تدخل إلى الروح بشكل مباشر بدون المرور بضرورة التفكير. وهنا نقع في هذا الرافد. هذا هو الدور الذي أكرهه ولكن لا بد منه. شكرا على انتباهكم وعلى حضوركم. شكرا سيد الرئيس. وعلى غير تقاليد المجالس العلمية كاملة لن يكون الإعلام سندويا الإعلان عن اختتام الجلسة لأحد المشاركين فيها ولكن يكون خبري لا رئيس الجلسة ولكن رجالي أن أتحدث لا لن أتحدث بي سأتحدث من منطلقين اسمين أولا منطلق الإيجاد تعليق والتعقيب على ما جاء في مداخلة الأستاذ الأخيرة أستاذ سعد الإله وهي مهمة جدا والمسألة التالية هي كلمة الإسلام فيما يتعلق بما ذكره الأستاذ سيدي عبد الإله هذا صحيح هناك مقاييس لا تقتصر فقط على الديوان سيدي عبد الإله ولكنها تشمل جميع الدواوين العشرة التي صدرت وينبغي أن نرجع إلى حقيقة الثالثة وهي أن الموسيقى في عضو من أعضاء هذه اللجنة والتي انطلقت إشغالها منذ مارس 2005 على الإنسان 12 سنة كان أول جلسة علمية كان يوم دراسي حول هذا الموضوع من ثم بدأ ومن يوم أو من أول مرة أعلن في الجلسة الأولى عن رغبة الأكاديمية في أن تتوصل من كل الفعاليات ومن كل المثقفين ومن كل العالمين بفن المدحون بما لا يتوفرون عليه من قصائد المرحوم من أجل أن تدرك جهة بالدواوين وفعلا ساهموا الناس حوالي 30 ديال أعضاء جوري في اللجنة كلهم ساهموا ولكن طبعا الحل كاين بعض الناس اللي بالأسف تخلوا علينا في آخر الأخرى وأنت ركزت على شكون هما وشكون تلاقي وعندهم شي معلومات هو شافوها وهذا شيء مؤسف وهو ذا اللي خلى السيد عبد القادر خلى الديوان السيد عبد القادر العالمي ما يتوقفش على هذا فيما يخص الدعوة يعني استثمار الزاوية العيسوية في الدعوة الوحدة أنا معك على طول الخط علاش؟ لأنه يعني ما تكونش شوية أنا عضو في المجمع العربي للموسيقى والمجمع العربي للموسيقى تمثل فيه دول منتمية كلها إلى الجامعة العربية وعندنا عضو من أعضاء المجمع العربي للموسيقى وهو المنتج ديال ليبيا وهو الأستاذ الدكتور سيد عبد الله المختار السباعي من الأصول المغربية يعني هي
كان الدنيا موج شوقا شوقا الى زياره الكنائس والى زياره وفعلا تاتى له هذه الحركه تاع 56 باش يجي في روم ورافقته الى الضريع الى الضريع السياسي العربي واتصل بمقدمة المأمورة علاش قال له انا جدي جدي من اتباع كذا وهذا الرجل هذا باش يبدا يكتشف بانه عنده عشرات المؤلفات هو مؤلفها حول الزاويه العيسويه وحول الافكار العيسويه واستحبينا نقول لكم التراث العيساوي المكتوب والمغنى الموجود في ليبيا وفي تونس يكاد يكون اغنى بكثير مما هو في المغرب وهذه مشكله المقر ديال الزاويه وفي الكنات وفي المغرب ما عندوش الرصيد اللي عند التوانسه واللي عند الليبيين وهذه مسألة مش معقولة على مستوى الممارسة عندهم فراغ من أعتقد فارغ الفرق الموجودة الفنية اللي تتأدي للإنشاء الإكسابة عندهم مؤلفين وباحثين إحنا ما عندناش فيما تسمي هذا الميدان وواحد منهم هذا سي الله مختار سي أشفاع وجاب الكتب اللي أنا عندي وقدمنا على واحد السباعي في الكنازة هو الأستاذ سي السباعي راه قال لي عطوف المفتيش سي السباعي مفتيش ديال التعليم مشينا عندو حتى الدار ديالو وقدم له بعض الكتب ديالو قال له ترى قول لعمي باش عرفوا انه كان شحال الشوق عندو لهاد الماكينة وهذا شيء يحملنا على الأسى على مواقع هذه الزاوية وفي نفس الوقت ينبغي أن يحملنا على أن نستثمر هذه الزاوية في تحقيق الوحدة المغربية كلمة الختام أشكر الأستاذ سيدي الدين الشامي على حسن إدارته الحكيمة لهذه الندوة وأعلم عن ختام الندوة وباسم الجمعية الإسماعيلية الكبرى أتقدم بالشكر إليه وإلى إخوان الدين الشرف Thank you.